نعود لنذكر بهذا الخبر الذي ميز هذا اليوم في المغرب. قام الملك محمد السادس بزيارة مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لفاس، وأشرف العاهل المغربي على إعطاء انطلاقة أشغال ترميم متحف البطحاء وبناء متحف للثقافة اليهودية. وسنعود لهذا الموضوع بالتفصيل في نشراتنا اللاحقة. Ah, c'est un mari !